بسم الله، السلام عليكم. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا دائما في صحة جيدة في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا واحد الكيك اللي كتجي كيك أحسن من أكثر من رائع، كيك بصلصة الحامض من السم. كيجي كيك فن وفيه واحد الصلصة ديال الحامض كتجي لذيذة بزاف. كيك كنديرو دائما، يعني إلا جربتوه غادي تبقاو ديروه، أنا متأكدة غادي يعجبكم حيت أي واحد طاقو إلا وكيعجبوه. كيك مختلف على الكيك العادي بديك الصلصة ديال الحامض، كيعطي واحد المذاق جد رائع جدا. المهم ما نطولش عليكم ونبدا في المقادير. بالنسبة للمقادير اللي عندي، عندي 3 البيضات بحرارة المطبخ، كاس ديال السكر سنيدة عبر كاس العنبة 150 غرام، كاس ديال العنبة ديال الزيت، 4 كاس العنبة ديال عصير الحامض، قشرة ديال الحامضة محكوكة، عندي كاس ديال الياغورت. انا عندي هنا خديته مصوص طبيعي، نتوما ممكن ديروه بالفاني، نص كاس صغير هنايا ماشي ديال العنبه، نص كاس صغير ديال الحليب، 3 كيسان صغار يعني ديال عبار ياغورت خاوي، 3 كيسان ديال الدقيق. هنا عندي انا 2 خمارات من فئه 11 غرام 11 غرام، يعني مجموع غادي يكون جي 22 غرام، ولا خذوا 3 ساشيات ديال 7 غرام. هنا ساشي ديال السكر فاني، سكر الفانيلا. هادو هما المقادير. غادي ندوزو للطريقه ان شاء الله. طريقه جد سهله بدون عناء بدون جهد. كناخذو دوك 3 البيضات، كنزيدو عليهم ديك ساشي ديال السكر الفانيلا، كنزيد داك السكر السنيده، قشره ديال الحامضه محكوكه. داك الحامض مع السكر الفانيلا كيعطي واحد المذاق رائع، داك المزيج بيناتهم كيعطي يعني كينسجموا، كيعطيو واحد لوغو رائع جدا. صافي كنضربوا بحال هكا بالفويه اليدوي. نتوما ممكن انكم ديروا الطراب الكهربائي، ولكن الخلاط الكهربائي، ولكن ما يعني بلاش، انا ما كنديروش، ولا بغيتو نتوما ديروه عندكم الاختيار. انا تعمدت انني نخلي الفيديو هكايا عادي، ما نقصت منه حتى شي حاجه باش تشوفوا وقت واجد كتوجد معنا. صافي غادي نزيد الزيت، نزيد داك نص كاس صغير ديال الحليب، نواصل التحريك. صافي ما كنضربوش بزاف، ما كنديروا حتى شي جهد، يعني صافي نضربوها عادي جدا. نزيد داك 4 كاس ديال العنبه ديال عصير الحامض. هنا انا خديت ياغورت مصوص، نتوما ممكن انكم ديروا ياغورت ديال الفاني ولا ياغورت بنكهه الحامض، تاو كيجي زوين. انا درتو مصوص كتافيت، ما بغيتش نديرو حلو باش كيجي داك لوغو ديال الحامض، كيبقى يعني كنبقى محافظه على داك لوغو ديال الحامض. صافي غادي نخلط هكايا عادي. هاد الكيك هو المفضل، يعني من الكيكات المفضلات عندي اللي كنديرهم باستمرار، وكيجيو رائعين في المذاق، يعني كتجي رائعه زوينه بزاف. غادي نزيد 3 كيسان ديال الدقيق مغربل عبر كاس العنبه، لا عفوا عبر كاس ياغورت خاوي. هنايا يعني الدقيق عبرتو بدا ياغورت خاوي، ما عبرتوش بكاس العنبه. هنا غادي ناخذ، انا عندي ساشيات ديال 11 غرام، يعني قلت لكم عندي انا 22 غرام، ممكن انكم ديروا 3 ساشيات ديال 7 غرام، المهم المجموع خصو يكون 21 غرام. صافي غادي الدقيق بالطبع راني ديجا غربلته. صافي هي طربتها دابا هنايا، انتما غتشوفوا القوام ديالها كيف كيجي. كيجي بحال ملي كنهزوها كتجي بحال الخيط الطويل، يعني ديك العجين كتجي على شكل الخيط بدون انقطاع. عرفوا ان الكيك صافي القوام ديالو هو هذاك، انتما كيف غتشوفوا صافي هو هذاك.
المول ديالي ديجا دهنته بالزبده ورشيته بالفارين بالطحين، غادي نصبو الخليط. ودائما انا ما كنسخنش الفرن ملي كندير فيه لي كيك، الفرن راه بارد ودخلته على درجه حراره 170 عندي انا الفرن الكهربائي، درت ليه 170 درجه الحراره. وبالنسبه للفرن الغاز غديرو درجه منخفضه، تشعلو غير من التحت حتى كيطيب، من التحت عاد كتشعلو ليه الفوق ثواني فقط، والعافيه تكون مهيله باش كيجي منتفخ وكيجي كيطيب على خاطره وكيجي اسفنجي ملي كديروه الفرن. كتخشيو يعني كتحطو عفوا كتحطو الكيك في الفرن بارد. صافي غادي ندخلو دابا الفرن يطيب ورجع معاكم. انا من بعد ما طاب لي الكيك كيف كتشوفوا غادي نحطو في الاناء. الكيك كيجي على شكل اسفنجي، كيجي خاوي وزوين وهشيش، داك الحامض كيعطي واحد الهشاشه. في كاسرونه غادي نديرو دابا واحد الصلصه المرافقه اللي كنديروها كنزينو بها، فيها نص كاس صغير ديال الحليب، نص كاس صغير ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ونص ديال عصير الحامض، معلقه كبيره ونص ديال عصير الحامض، معلقه صغيره ديال النشا ديال مايزينا نشا الذره، هنا كيسان صغار اللي عبرت بيهم، نص كاس كنديرو داك نص كاس السنيده مع نص كاس ديال الحليب مع هذيك المعلقه ونص ديال عصير الحامض ومع معلقه صغيره ديال نشا الذره مزينه. غادي نخلطو هادشي هكا بعدا مزيان مبدئيا باش ما يتكورش لينا باش ما تتكورش لينا مايزينا ملي نكونو نحطوها فوق النار، نحركوها مزيان حتى كتذوب مزيانه. هنا صافي غادي نديوها فوق نار مهيله، هانتوما غتشوفوا القوام ديالها كيف خصها تكون. انا غنديها نحطها فوق النار. صافي ها هي بدات هو هذا القوام ديالها اللي بغيت، ها هي كيف كتشوفوا القوام ديالها كيجي هكا، ولكن راه ملي كتبرد كتجمع كتشد فراسها. غادي نصبوها بحال هكا وهي ساخنه باش كتشرب، ملي كنصبوها وهي ساخنه والكيك بارد كيتشرب هذا اللوغو ديال الحامض كيزيد يتشربو. وغادي نخليوها تبرد مزيان بعدا، ضروري انها تكون هذا الكيك هذا كيبغي انه يبرد مزيان في الثلاجه بعدا قبل التقديم. كنصبو هاد الكريمه بشكل عشوائي بحال هكا، كتجي زوينه هاد بالشكل هاد الشكل هذا هكا شكل عشوائي كيجي زوين. ملي غتبرد هاد الكريمه غادي تشد في راسها وغادي تقصح شويه، ما غتبقاش بحال هكا سايله بالطبع حيت فيها النشا. صافي دابا غادي كنوع من التزيين، انا غندير الكوك، يعني الكوك كيبقى هو اللي كيجي زوين كيتجانس مع الحامض كيعطي واحد لوكو زوين، الكوك مع الحامض. ممكن انكم ديروا اللوز، ممكن انكم ديروا كاوكاو الشوكولا اللي بغيتو، غير هو الكوك كيبقى عملي وفي نفس الوقت كيجي لذيذ مع صلصه الحامض. صافي غادي ندخلها الثلاجه تبرد مزيان، يعني شي 4 سوايع بحال هكاك حتى كتبرد مزيان، وغادي نرجع معكم. من بعد ما بردات ليا الكيك كيف كتشوفوا المنظر ديالها، هذاك الصلصه يعني ملي كتصبوها بشكل عشوائي كتجي زوينه في الشكل ديالها وكتجي لامعه وكتجي لذيذه بزاف بزاف ملي كتبرد. صدقوني ان هاد الكيك الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف وغيولي معتمد عندكم، يعني الكيك انا اللي ذاقو عندي كيعجبو بزاف وكيطلب المقادير، يعني بالنسبه ليا هاد الكيك هو المفضل عندي. المهم الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناه وبارطاجيو دائما الفيديو مع الاهل والاصدقاء وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد، ودمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم بحول الله، وإلى اللقاء.